السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بدرس جديد باللغة العربية. اليوم إن شاء الله درس مبني للمجهول والمبني للمعلوم. ما هو الفعل المبني للمجهول وما هو الفعل المبني للمعلوم؟ هذا الشيء الذي سنعرفه اليوم والآن وحالا. ها هي أول شيء الفعل المبني للمعلوم. المبني المعلوم، ما هو هذا الفعل؟ الفعل مبني للمعلوم هو الفعل الذي ذكر فاعله، ذكر فاعله عفوا، اكرر، ذكر فاعله، والفعل الذي ذكر فاعله، مثل كتب الولد. هذا فاعل، هذا الفعل عفوا، وهذا الفاعل. يعني الفعل مبني للمعلوم يعني كاين عنده وجهة، يعني الفعل اللي كيذكر معاه فاعله، يعني كنجيبو معاه الفاعل ديالو اللي هو مثلا كتب الولد، سمع محمد، جلس الأب، تكلم الطفل، وما إلى ذلك. يعني الفعل اللي كيكون فيه فعل والفاعل اللي هو فعل كتب والفعل هو ولده على سبيل المثال. نذهب الآن إلى الفعل المبني للمجهول. يعني هذا الفعل المبني للمجهول يعني بدون وجه، يعني هو الفعل، ذلك الفعل الذي غاب فاعله وناب عنه نائب الفاعل. بمعنى الفعل المبني للمجهول كيغيب عليه الفاعل وكنكتفي وكينوب عليه نائب الفاعل. بحال مثلا نعطيو جملة عادية مفيدة، كتب الولد الدرس. هذه جملة مفيدة فيها الفعل والفاعل والمفعول به، ياك. في حالة الفعل مبني للمجهول نحذف الفاعل والولد وينوب عنه نائب فاعل اللي هو الدرس، وكيصبح هذا الفعل هذا كتب، ضم أوله وفتح آخره وكسر ما قبل آخره، يصبح كتب الدرس. نعطي جملة أخرى، سمع الولد للقرآن، سمع الولد للقرآن. في حالة الفعل مبني للمجهول نحذف قلنا الفاعل ونكتفي بنائب الفاعل، نضم أوله، نكسر ما قبل آخره، ونفصح آخر الحرف، يعني تصبح سمع القرآن. هذه في حالة الماضي، الفعل مبني للمجهول في حالة الماضي. وله حالة أخرى اللي هو في المضارع، بلاصة ما نكتبو سمع في حالة الماضي، حالة المضارع يسمع القرآن، يكتب الدرس، نضم أوله السكون في الثاني الحرف، كسر ما قبل آخره، وضم آخر الحرف، يعني يكتب الدرس. يعني هاد كي تكتب الدرس في حالة المضارع. يسمع القرآن، فتح الباب، يفتح الباب في حالة الماضي، فتح الباب، وفي حالة المضارع يفتح الباب، عاد كيتحل. دونك هذا هو الدرس ديالنا، كنظن باين واضح. وإذا بغيتونا نزيد نعطي مجموعة من الأمثلة نوضح فيه، ما عليكم إلا تدخلوا الانستغرام ديالي اللي تلقاوه لتحت، وكتبوا لي الدرس اللي بغيتو وأي الفقرة بغيتو، وأنا ما عليا إلا نشرحها لكم نتوما.
من هنا لهنا كنقول لكم راكم تما خليو لي واحد الاشتراك ابوني واحد الكومنتير زوين وشي لايك. شكرا، نشوفكم في الحصه القادمه.